للحديث أكثر حول الحملة الدولية التي أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني تحت عنوان لستم وحدكم كلنا معكم، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا ورئيس الحملة الأستاذ محمد مشينش. سيد محمد، بداية أهلا بك، أطلقتم حملة لستم وحدكم كلنا معكم تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كيف وجدتم التفاعل مع حملتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا للاستضافة، ونسأل الله أن يبعد عنا وعن الجميع وعبر مستمعيكم أيضا يبعد عنهم الوباء ويشافي جميع المرضى حق العالم إن شاء الله. بداية بلا شك أن الموضوع الأسرى يقلق جميع الناشطين الفلسطينيين، كون الاحتلال بممارساته اللا إنسانية لا يترك أي فرصة لأجل أن ينكل بالأسرى إلا ويستثمرها ويستغلها باتجاه الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان بحق الأسرى. لذلك نحن أطلقنا هذه الحملة ونتمنى ونطلب من الجميع أن يكون معنا حتى نستطيع أن نوقف تغول هذا الكيان اللا قانوني واللا شرعي تجاه أسران الأبطال في سجون الاحتلال، ناهيك أن هناك تعمد واضح في أن يدخل هذا الفيروس إلى سجون الأسرى التي طبعا هي مكتظة بشكل طبيعي. فلذلك نحن قلقين جدا وعبرنا عن ذلك، وبدأنا فعلا بمشاورات قانونية واتصالات عبر العالم لأجل أن نوقف هذه الحملة، والحمد لله أنا أقول لك هناك تفاعل كبير مع هذه الحملة، وهناك أكثر من جهة حول العالم تفاعلت معنا وبدأنا حراك سويا إن شاء الله. نعم سيد محمد، ما هي المخاوف التي دفعتكم لإطلاق هذه الحملة؟ بمعنى آخر، هل رصدتم مثلا إهمالا متعمدا من سلطات الاحتلال؟ تفضل. يعني بلا شك أن كما ذكرت لك هناك إهمال واضح بالنسبة للسجون، منع إدخال المعقمات، عدم وجود حصان، عدم وجود إجراءات للوقاية، احتكاك بين السجانين وبين الأسرى، الكل يعلم أن هناك تفشي لهذا الفيروس في الكيان الصهيوني، هم لا يتخذوا أي إجراءات للوقاية، سحبوا مواد رئيسية من الكانتين المخصص للأسرى، لا يتعاملوا مع الحالات الموجودة داخل الأسر طبيا بشكل صحيح، يتركوها، لا يتم التعاطي معها، وليس هناك فحص رغم كل النداءات التي يطلقها الأسرى. لذلك نحن تنبهنا أو نتابع هذا الموضوع بشكل حثيث، ووجدنا أن الأمر يستوجب أن نطلق هذه الحملة. ناهيك أخي أن الآن العالم، معظم دول العالم بدأت تبيض السجون، لماذا؟ لأنها لا تريد أن تدخل في دوامة أن تكون سببا في وفاة هؤلاء المسجونين بتركهم في السجون عرضة لهذا الفيروس ودخوله إلى السجون، خاصة يعني نحن نعلم أن السجون تكون مكتظة وبالتالي إمكانية العدوى كبيرة جدا. فإذا كانت هناك دول كثيرة حول العالم بيضت السجون من المجرمين الذين هم متهمين بجرائم جنائية، قتل وسلب ونهب وغيره، هؤلاء أطلقت سراحهم الدول، فما بالك نحن نتحدث عن مقاومين، نحن نتحدث عن ناس شرفاء، نحن نتحدث عن أناس لم يخرقوا قانونا مدنيا مطلقا، بل هم ثوار يريدوا الحرية لوطنهم وتشعبهم. نعم طيب سيد محمد، بشكل عملي وفي ظل انشغال العديد من دول العالم بأوضاعها الداخلية لمحاربة هذا الفيروس كما تعلم، يعني ما الذي تنتظرونه من حملة دعم الأسرى في هذا التوقيت الصعب بالذات الذي يمر به العالم؟ الحقيقة نحن بدأنا بمسارات متعددة، المسار الأول هو مسار توعوي وإيصال ما يجري في السجون للعالم كله، سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإسلامي أو على المستوى العالمي لأحرار العالم. هذا موضوع الأول. الموضوع الثاني، سنطرق الباب القانوني، وذلك من خلال إقامة ورش عمل وتواصل مع جهات حقوقية وقانونية من أجل بيان الخلل والانتهاك الذي يحصل بحق الأسرى، ومن ثم بعد أن نثبت هذا العمل سوف نرفعه إلى الجهات الدولية الرسمية لأجل أن يتخذ بحق هذا الكيان الإجراء وأن يضغط عليه من باب الخرق القانوني الذي تم. الموضوع الثالث وهو ليس قليل أيضا، نحن نريد أن نحشد الرأي العام
الفلسطيني داخليا من أجل أن يتحرك كل من موقعه حول العالم، ونحن نعلم أن الفلسطينيين في الخارج عددهم 7 مليون فلسطيني، هؤلاء كلهم صفاء لقضيتهم، هؤلاء نحن سنحشدهم من أجل أن يتحركوا كل من موقعه من أجل الضغط على البرلمانات العالمية وعلى الحكومات وعلى وزراء الخارجية للالتفات إلى ما يجري في سجون الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأبطال، طبعا سعيا إلى أن يتم إطلاق سراحهم من السجون التي نقول هي الآن أماكن مهيئة لأن تكون أدوات قتل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. السيد محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا ورئيس حملة دعم ومساندة الأسرى، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.